والله مؤسف جدا ما يحدث. يا جماعة الخير، هذه الجزائر راهي وصلت إلى حال بائس بمعنى الكلمة. التلفزيون الجزائري يعمل واحد التقرير، خلينا نشوفه. ما عرضتوش، اسمحوا لي أعرض لكم الفيديو. أسمع تشوف. من المفارقة الغريبة، غنى وشساعة هذه الأراضي التابعة للجمهورية العربية الصحراوية المصنفة ضمن أغنى بلدان العالم لضخامة مخزونها من احتياط الفوسفات والغاز والثروة السمكية وثروات أخرى، ويصنف شعبها المقهور والمسلوب الإرادة من أفقر شعوب العالم. تنهب خيراته تحت أعينه من قبل المحتل المغربي اسمحوا لي، هنا نقطة لازمنا نتكلموا عليها. قال لك يصنف شعب، تصنف من أغنى دول العالم. وين هي الدولة حتى تصنف؟ من صنفها؟ بلد ما هوش معترف بها في الأمم المتحدة حتى تصنف دول من أغنى دول العالم. وبعد ذلك ويصنف شعبها من أفقر شعوب العالم. من هو الشعب؟ أنا الشعب اللي رحت زرته في الداخل والعيون وغيره والسمارة، هذا لقيته يقول لك أنا مغربي. اللي في المخيمات حقيقة هم الأفقر، ولكن السبب ماذا؟ هم كان يرجعوا لبلادهم ويرجعوا لأرضهم راح يعيشوا لاباس عليه كما عايشين أبناء عمومتهم. السبب أنهم عند العسكر، السبب راهم عايشين ميزيرية عند العسكر. هذه هي المشكلة، هذه هي المشكلة الحقيقية. هم محتجزين عند العسكر، الشعب في نظر النظام الجزائري، لأنه الشعب الآخر الذي يؤمن بمغربية الصحراء ما هو الشعب، ما هو الشعب هذا. زيدي كم لو حكيت لك عن الثروات، حقيقة الأرض غنية. هيا نزيد نكمل. وطئي مع الشركات الأجنبية، ما يطيل من أمد حرمانه من حقه المشروع في السلم والسيادة على أرضه وثرواته. يتم تصديرها بصورة واسعة. يا إخوان والله العظيم، قال لك المغرب يستولي على ثروات الصحراء الغربية. المغرب يقول صحراء مغربية بالكل وربحها. نزيد نقول لك حاجة من الأخ، اداها وربحها وربح شعبها، يقول بأني مغرب. يزيد من الأخ، أنا رحت في الروبورتاج هذا كان ذكره تعين البوليزاريو، رحت لهم هذا متاع صيد السمك، ودخلت حتى لك الأماكن والسفن تواهم اللي صيدوا بيهم والقوارب وهذه، تكلمت معاهم. ارجعوا نتاع الروبورتاج أين البوليزاريو، تلقاهم يقول لك نحن مغاربة ما نعرفش البوليزاريو. وأبناء المنطقة ويخدموا ولبس عليهم وكذا وكذا وكذا، قال لك يستولي على الثروات. ثرواتها مبنية فيها تروح للعيون، العيون. أرجعوا أيضا الروبورتاج هذاك تاع نهاية البوليزاريو وتشوفوا، تشوفوا الإنجازات، مدارس، جامعات، مستشفيات، كلية الطب، مرافق، مراكز تكوين، طرقات، وكلها السواعد صحراوية، العمال صحراويين، المسؤولين صحراويين. الميزانية راهي ميزانية دولة خصتها، وعندهم مساعدات كثيرة حتى أفضل مما هذه الحال في الشمال. وين هي هذه تاع السيطرة والنهب والثروات هذه اللي تحكوا عليها؟ ما كانش، أنا ما شفتش، ما شفت. نزيد. الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا كاليابان وكوريا والصين وغيرها، كذلك البلدان الإفريقية، هذا النهب المتعدد الأوجه يشهد أيضا نوع جديد من هذا النهب يتمثل في كذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر. النظام المغربي حاليا بدعم من شركات أوروبية على وضع منشآت وتجهيزات تكنولوجية على مستوى منجم بكرة بالصحراء الغربية المحتلة بهدف زيادة وتيرة التصدير والقدرات التحويلية وتعظيم المداخيل. الشعب الصحراوي التواق للحرية ونصرة القضايا العادلة، فضح المخزن ورفع التعتيم المفروض على القضية الصحراوية. هذه جيبنا صور حدثت عندها منذ سنين، الآن لن ترى شيئا من هذا القبيل. يا ولدي أنا راني رحت درت في الشوارع وحدي،
نروح نحوس واحد كاش ونلقى واحد يقول لي راني من البوليزاريو ولا نقول لك يا خويا الله يعافينا منهم. خلوا لنا ولاد عمومتنا واخواننا برك يعاودوا يرجعوا هنا والله يسهل عليه. يعني شوفوا باش راح نروحوا الحكايه يكملوا هذه حكايه الثروات وكذا وكذا. يعني بربكم يا اخوان المغرب يقول الصحراء مغربي، الارض كليه ما زالت له غيرك المنطقه العازله هذيك، تروح قوات المينورس وراح يديها من القرقرات. انا وصلت حتى لمعبر القرقرات ورحت ما بعد معبر القرقرات. وين هي وين هي وين هي القمع وين هي الارض المحتله وين هي الفكره هذه وين؟ اذا كان انت هذا اللي قاعد لي لهنا يتكلم ولا بالاشخاص هذم اللي في البوليزاريو راهم يتكلموا يقولوا محتله، وشكون اللي يقول المحتله؟ راه يقولها اللي موجود في الداخل، اللي في الداخل يقول لك انا مغربي. هذو يرددوا اسطوانه تاع العسكر. هذا تقرير من المفروض باللغه هذه راك تشوفه في التلفزيون تاع البوليزاريو، لكن في التلفزيون الجزائري هذه الارض المحتله والثروات والنهب ومش عارف واش والحكايات هذه التي لا تسمن ولا تغني من جوع. كلام فارغ يعني مش راح نقول لكم، ما ادري كيفاش يفكرون والله. ها كيفاش راح المغرب يحبس يحبس؟ ما المغرب راه مش جاي عند دولة جارة وقاعد ثم ويدي لها في الثروات نتاعها. قلت الصحراء مغربية نتاعي واقترح الحكم الذاتي ومعترف به أمريكا ومعترف به إسبانيا التي كانت تحت هذه الأقاليم وتعترف به فرنسا وتعترف به كل دول العالم الآن أكثرية تعترف بمغربية الصحراء وتدعم الحكم الذاتي وكذا كذا. وين هو الاحتلال؟ هاي أيامات تجي وراح يجي التقرير ويجتمع مجلس الأمن في نهاية هذا الشهر ويزيد يصدر قرار فيقول يذكر كلمة الاحتلال المغربي. هذا تقارير مجلس الأمن كلها توجد فيه كلمة الاحتلال. هاي اللي حصرها من قبل كانوا يتكلموا على أساس أنه هذا الإقليم لم يحدث له تقرير المصير وفق الآلية المتعارف عليها في مراحل معينة، ثم بعد ذلك الأمور انقلبت رأسا على عقب لأنه في ذلك الوقت كان المنتظم الدولي ماشي في إطارك شعارات الثورجية وشعارات اليسار وكذا وكذا، مشت في هذا الاتجاه. لما زالت غمة اليسار والظاهرة الثورجية هذه بانت الحقيقة والناس عرفوا وبانت وانكشفت اللعبة اللي لعبتها الجزائر أنذاك لتصفية حسابات فيها الشخصية ما بين صناع قرار في الجزائر وإبان الثورة كانوا عايشين في المغرب. أكثر من هذا باش تعرفوا أكاذيب هذا، خليني نوريكم واحد الحاجة فقط أخرى في هذا السياق. بالفعل السيد ستيفن ديمستولا المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية وصل نهار أمس إلى هنا لإجراء جملة من اللقاءات مع القيادة الصحراوية. زيارته تأتي في سياق المناقشة التي ينتظر أن يقوم بها مجلس الأمن في منتصف هذا الشهر، أين سيقدم المبعوث الشخصي للأمين العام إحاطة حول حصيلة مجهوداته الرامية إلى دفع الأمور إلى الأمام حول حصيلة مجهودات. لكن المهم إخواني أن هذا الشخص اللي تكلمنا عليه وأظهرناه ها هو أمامكم. ها والله الليلة هذه غير عندنا مشكل في الصوت كبير يا جماعة. ها هذا اللي قدمه التلفزيون الجزائري على أساس أنه ممثل للبوليزاريو. شوفوا هذا مخيمات اللاجئين الصحراويين سيدي محمد عمر ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة. أنا قلت لكم ما كان شيء اسمه ممثل البوليزاريو لدى الأمم المتحدة، وهاني نوري لكم الآن تقرير بتاع الأمين العام للأمم المتحدة. ها هو أمامكم، خلينا نشوف النقطة العاشرة. ذكر ممثل لا ولا قوة العام للأمم المتحدة. المهم إخواني الكرام هذه هي الحقيقة وهذه هي أكاذيب العصر
دائما وابدا. وزيد نظهر لكم حاجه اخرى، شاهدوا لهنا، ها هو سيدي محمد عمر، جبهه البوليزاريو كمنظمه. ها هي طلبات الاستماع، تلقت رئيسه اللجنه الرابعه 126 طلبا لتقديم التماس الى اللجنه بشان مساله الصحراء الغربيه على النحو المبين ادنى. سيدي محمد عمر، جبهه البوليزاريو، ناس نانسي هاف، المنظمه الدوليه لتعليم الاطفال، وليس كشأن آخر. وأعتقد بأنه بهذه العقلية ستتواصل الصدمات وستتواصل السقطات واللقطات، والقادم صدقوني أسوأ مما تتخيلون، في نظام يبني دبلوماسيته على منطق الكذب والبهتان. واذكروا كلام جديد.